الحضري، كفاح مسرح السرايا العربي في يافا اللي جمعنا مع بعض، فادي اللي عمل مهمة كتير صعبة، فادي والطاقم طبعا، طاقم مسرح السرايا، انتوا احبائي من كل محل في فلسطين، شكرا لكم. شكرا سماء، شكرا للجميع اللي حضروا وشاركونا اليوم. اللي بحب في البوم سماء على مدخل المسرح، وبنحب تشاركونا بفعاليات ثانيه بالمهرجان، مش بس بمهرجان المرأة، هذا المسرح بيتكم وبدنا نشوفكم اكثر من هيك. شكرا للجميع وتصبحوا على خير.